ماذا يفعل العبد عند عدم قدرته على ترك المعصية أبدا؟ يقول يعني ماذا يفعل إذا كان لا يستطيع مطلقا أبدا؟ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والشرع معروف أنه لا يكلف بما لا يستطاع، لا يمكن أن ينهاك الله عن شيء وأنت ما تقدر. قول أنا ما أبي، قول أنا مشتهي المعصية، لا تقول ما أقدر، لا تقدر، لو أردت تقدر، واستعنت بالله تبارك وتعالى وبذلت الأسباب الصحيحة تقدر، ما في أحد ما يقدر أبدا. لكن نفس الأمارة بالسوء، أصدقاء السوء، الشيطان، كل هذه الأشياء تدفع إلى المعصية قطعا. ولكن الإنسان لابد أن يستمر ويحاول ويجاهد نفسه حتى ينجيه الله تبارك وتعالى منها. أما قضية ما أقدر غير صحيح، لا تقدر، إذا توكلت على الله تبارك وتعالى وبذلت الأسباب الصحيحة تقدر. يعني اللي تركوا المعاصي واستقاموا كذا، يعني الصحابة ما قال ما نقدر نعبد الأصنام وخلاص خلنا تركهم، لا، لما جاء 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 وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يعني بايعوها على الإسلام، قالوا يا رسول الله إلا الخمر لا نستطيع أن نتركها، يعني إذن لنا في الخمر، إذن لنا في الخمر فإنها شرابنا، ولا قال إنها عليكم حرام. قالوا يا رسول الله الزنا ما نقدر نوقف عن الزنا، حياتنا كلها زنا، إذن لنا بالزنا، قال فإنه عليكم حرام. قالوا يا رسول الله إذن لنا بالربا فإنه يعني أكثر أموالنا من الربا وعايشين على الربا، قال فإنه عليكم حرام. ما فيه إن واحد ما أقدر، لا تقدر، لكن توكل على الله تبارك وتعالى واستعن به جل وعلا وابذل الأسباب وتستطيع إن شاء الله تعالى. وهذا سؤال قريب منه، أن يفعل الذنب ثم يعود وهكذا، يحلف أن لا يعود وينذر ثم يعود، هذا هم ما قالوها رزق القطاوة على الخاملات؟ يعني هل فقارة المساكين منين يجيبون فلوس؟ من هل ينذرون هذول؟ نذر علي وما يوفي ادفع، حق حلفت والله اني ما اتي المعصيه واتى ادفع. هل فقارة رزقهم على هذا وامثاله، لا تحلف، لكن ادعو الله سبحانه وتعالى، لا تتقوى بنفسك والله ما اجي والله، لا، قل اللهم ساعدني، اللهم اعني على نفسي، اللهم أبعدني عن المعصية، اللهم أطهر قلبي عن المعاصي، وهكذا أدعو الله تبارك وتعالى وفي الوقت ذاته ابتعد عن أسباب هذه المعاصي. ولو تبت ورجعت إليها فإن التي سبقت غفرت، الآن مع الثانية توب منها مرة ثانية وهكذا حتى تلقى الله تبارك وتعالى، تذنب وتموت ولكن لا تذنب وتيأس من رحمة الله، والله المستعان.